بإذن الله رب. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح معانا على التليفون من ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه لي للكابتن ايمن شوقي، وبرحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب الكابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني احنا هنا في استاد برج العرب كابتن ايمن، خليني اقول لك ان يعني قبل خروج فريق النادي الاهلي بعد يعني المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو سواريش، كان مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بجهاز المعاون بيتفقد مقر الاقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي، وبيتفقد ملعب التدريبات الموجود في فندق الاقامه، طبعا يعني وضع المكان او الفندق يكون واحد من الاماكن اللي تستضيف تدريبات المنتخب المصري. سالت الوفد المرافق فيه لمستر روي فيتوريا، قال ان هو ينتظر يعني حضور او عوده الاهلي الى القاهره للالتقاء بمستر ريكاردو سواريش، وهو بيفضل ان هو يلتقي كل مدير فني وكل جهاز من خلال النادي تواجده في النادي بتاعه. ثم كان توجهنا الى ملعب الجيش ببرج العرب، لدى وصولنا جماهير النادي الاهلي اللي بترسم ملحمه، يعني جماهير الاهلي بتتمسك بالامل. لدى وصولنا هتاف للكابتن محمود الخطيب من جماهير النادي الاهلي اللي هتفت للكابتن محمود الخطيب وبتهتف للنادي الاهلي. خليني اقول لك بعض الكواليس اللي احنا لمسناها من مستر ريكاردو سواريش النهارده يا كابتن ايمن. طبعا يعني مش هنقدر يعني نتكلم طبعا في وجود القامات اللي موجوده عند حضرتك في الناحيه الفنيه، الكابتن شريف والكابتن علاء الكابتن اسامه الكابتن بلال، لكن في امر انا لمسته يعني مع قرار مجلس اداره النادي الاهلي بلعب المباريات المتبقيه بالناشئين، شايف في حاله من الارتياح النفسي عند مستر ريكاردو سواريش، الضغوط قلت عليه شويه، يعني النهارده يعني نظراته او شايفينه في الفندق الضغوطات او الضغوط اللي كانت موجوده عليه خلال الفتره الماضيه قلت الضغوط، اللعيبه ايضا بيحاول يخفف الضغوط عن اللعيبه، رامي ربيعه حسام حسن كلامهم محمد محمود مع اللعيبه الناشئين، شايف ان الامر ان لعيبه النادي الاهلي ماشيين مش هايبه الموقف اللي يعني ولا يعني مستنيين هذه الفرصه طبعا ان هم يثبتوا احقيتهم ووجودهم في النادي الاهلي. طبعا ده اللي نشوفه ونتمناه ان شاء الله في ارض الملعب. حاله الملعب افضل من رائعه النهارده، يعني نسبه لمباريات كتير ماضيه استاد الجيش ببرج العرب النهارده هيظهر في ابهى واجمل صوره، المسؤولين على استاد الجيش مقدمين صوره وشغل كبير جدا موجود، نتمنى ان شاء الله ان هو يكلل ان شاء الله النهارده كابتن ايمن ولاعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين ان هم يحققوا انتصار النهارده، واقول لك ان اللعيبه ومستر ريكاردو سواريش لسه متمسك بالامل، نتمنى يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكرم لعيبه النادي الاهلي النهارده. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق، شكرا جزيلا. هو فاروق الزر سمعنا ولا ايه؟